أخبار اليوم. Firstly, mention scientific reason. هذا السبب العلمي. Solution of sodium carbonate in water is alkaline and turns litmus blue. خلي بالك بقى هنا لازم تمر بالايه؟ اولا لو عايز دي صوديوم الكلين يبقى لازم اكتب ايكويشن اقول له H2O تدينا H بوزيتيف و H نيجاتيف. صوديوم كربونيت تدينا صوديوم اين كربونيت اين، اثنين صوديوم اين وواحد كربونيت اين. وبعدين اجمع تو ايكويشن اقول له صوديوم كربونيت بلس ووتر بيدينا ايه؟ هنا بقى عند الجامع خلي بالك معايا، انت عندك صوديوم اينز كربونيت اينز او اتش نيجاتيف اين اتش بوزيتيف اين، مين في الاربعه دول سترونج؟ مفيش الا صوديوم اين، يبقى يقعد ايون زي ما هو. يبقى في الجامع بعد ما اقول صوديوم كربونيت بنعمل سميشن للتو ايكويشنز، صوديوم كربونيت بلس ووتر هيديني صوديوم اين، لو صوديوم اين بوزيتيف هيقعد مع حد نيجاتيف مين؟ او اتش نيجاتيف اين بلس او اتش نيجاتيف. مين اللي هيمسكوا في بعض؟ الكربونيت الضعيف وايه؟ والاتش بوزيتيف من الووتر هيديني كربونيك اسيد. ولازم نعلق بقى بخمس حاجات، نقول مين ما اتكونش ومين اتكون وايه تاثيره على ايه الايونات بتاعت الميه اتش او اتش. فهنقول ان ان اي او اتش نوت فورمد، دي اول نقطه. ليه؟ بيكوز ات از سترونج بيز. طيب اتش 2 سي او 3 اللي هو كربونيك اسيد فورمد. النقطه الثانيه واي؟ بيكوز ات از ويك اسيد، يعني بارشلي ايونايزد. طب يبقى في حاجه اتاخدت من الميه، بمين اللي اتاخد من الميه؟ الاتش بوزيتيف. يبقى اقول اتش بوزيتيف كونسنتريشن بين قوسين مربعين حصل له ايه؟ ديكريز. يبقى حصل اضطراب في الايكوليبريم بتاع الايونيزيشن اوف ووتر. ما هو ووتر بتديني رايح جاي اتش بوزيتيف واتش نيجاتيف، هطبق لوتشاتي ليه؟ الاتش بوزيتيف قلت يبقى الرياكشن شيفتد فورورد. يبقى الرياكشن بيمشي فورورد يعني ايونيزيشن اوف ووتر انكريز. بتدي اتش و اتش، اتش بتتاخد و اتش بتتاخدش، يبقى تركيز ال اتش هيزيد، يبقى السوليوشن الكلاين. يبقى خمس نقط مكتوبين عندك في نموذج الاجابه. السؤال الثاني، نو فري هيدروجين ايون از فاوند ان ايكو سوليوشن اوف اسيد. ما احنا عندنا الاسيد لما بينزل بينزل منه اتش بوزيتيف، قلنا الاتش بوزيتيف ما بيقعدش لوحده، لازم يتحد مع الووتر مولكيول ويديني هيدرونيوم ايون. يبقى الهيدرونيوم ايون هو اللي بيكون، هو دي الاجابه. طيب basic solution can't be used خلي بالك بقى to differentiate between litmus indicator and bromocyanin blue. ما احنا قلنا litmus و bromocyanin blue الاثنين بيدوا بلو، هتحطه في البيز هيدوا بلو، يبقى اذا مش هينفع نفرق because both give the same color. ashless filter paper دي موجوده عندك في precipitation reaction because when burn او all burning leave no ash بتتحرق بتسيبش رمال. failure of vital force كلنا عارفينها الايكويشنز ان قدر فولر يحضر اورجانيك كومباوند اللي هي اليوريا من ان اورجانيك اللي هم الامونيوم سيانيت والصوديوم والصوديوم كلورايد سيلفر سيانيت والصوديوم كلورايد طلعت امونيوم سيانيت بالهيت طلعت يوريا، بتكتب التو ايكويشنز. طيب نشوف سكندلي ممكن نكبر شويه. In the process of electrolysis of electrolysis of sodium chloride solution by passing a current intensity 2 ampere اهو 2 ampere يبقى I ب 2 والزمن half an hour يبقى معايا Q كده. In process of calculate the volume of chlorine. خلي بالك الجزء الاولاني اهو من المساله هيدخلك في شابتر 1 ما دام جاب لك الفوليوم. يبقى احنا لازم نجيب ايه؟ لازم نجيب الماس، ما هو مديني كيو وانا عارف الاي السي ال ب 1 اهو السي ال الفالنسي بتاعها 1 وجايب لي الاتوميك ماس اهو بتاع الكلورين لانه قال لي الماده، فمعروف ان الصوديوم كلورايد ان اي سي ال بس سي ال ب 1 يبقى الايكوفلنت ماس 65.45 ديفايدد 1 وهيبتدي نحسب الماس. طب بعد ما اجيب الماس اجيب ازاي الفوليوم بقى؟ ها؟ يبقى لازم اقول الماس على المولر ماس. المولر ماس بتاع الكلورين سي ال2 مش سي ال، عشان هي دي كانت السبب جت المساله دي في 2007
ناس كتيره غلطوا فيها لانه عمل ديفايدد سي ال. لا انا بقول لك كلورين جاز يعني سي ال 2 يعني 35.45 تايم 2 هتطلع 7.09. يبقى اما تعمل تحسب النمبر اوف مولز، عرفت النمبر اوف مولز الماس على المولر ماس، انت حسبت الماس على المولر ماس طلعت الماس الاول عملتها ديفايد مولر ماس يبقى كده جبت النمبر اوف مولز اضربها في 22.4 هتجيب الفوليوم. ادي الفكره بتاعت المساله. المساله الثانيه مساله عاديه خالص على على شابتر 1 بس موجوده في كتاب النماذج تبع شابتر 3 لكن هي تبع شابتر 1. نديك هنا الفوليوم بتاع الاسيد، نديك المولاريتي بتاع الاسيد، نديك الفوليوم بتاع البيز، وعايز المولاريتي لازم هتجيب انت المولاريتي بتاع البيز وتكتب الايكويشن. وبعدين ازاي بقى المشكله بقى الجزء الثاني في المساله من مولاريتي عايز اجيب الماس، يبقى اضرب المولاريتي في الفوليوم. انهي فوليوم بقى؟ الفوليوم اللي هو حدده لي. اشوف السوليوشن از هاف لتر، يبقى دي فنيه المساله. مش هاخد في الفوليوم اللي فوق ده ال 10 سم دي، لا هاخده هنا فوليوم، هنا الفوليوم هنا اللي هو هاف لتر. يبقى على طول نمبر اوف مولز دي الفوليوم اديني المولاريتي. سوري هيبقى عندي الفوليوم اهو، هضرب المولاريتي في الفوليوم اجيب النمبر اوف مولز، بعدين اضربهم في المولر ماس بتاع الصوديوم هيدروكسيد اللي هي 40 هيديني الماس. طيب نشوف هنا وات از ذا رول برضه فضل العلماء ناخد بالنا منه، لوتشاتيليه وجاي ولوساك وبرازيلوس. كومبير بتوين اورجانيك وين اورجانيك، دي موجوده في اول اورجانيك وجدول سهل ومحدد لك النقط. شوف كام نقطه؟ ست حاجات. يبقى السؤال عليه درجات كتيره ناخد بالنا منه.